السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة الموجة الخاصة ترحب بكم، معكم أستاذة هدى قسم التربية الإسلامية، طلابي طلاب الصف الثامن دمتم سالمين وكل عام وأنتم بخير، درسنا اليوم بعنوان الإخلاص وما زلنا في الوحدة الرابعة التي تتحدث عن الأخلاق الإسلامية. تحدثنا قبل ذلك عن حسن الخلق وتحدثنا عن التقوى والصدق واليوم نتحدث عن الإخلاص فنقول أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بإخلاص النية أمرنا بإخلاص النية في كل الأعمال في كل الأعمال سواء كان أعمال حياتية أم أعمال عبادية علاقات اجتماعية في العمل للوطن لكل شيء وسوف نتناول عدة محاور في الدرس أولا الإخلاص في العلاقات الاجتماعية ثم الإخلاص في العمل وإخلاص الإخلاص للوطن الإخلاص في العلاقات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية ما معنى العلاقات الاجتماعية؟ المجتمع المجتمع الذي نعيش فيه سواء كان المجتمع الصغير في الأسرة أو أكبر قليلا الأصدقاء، أو أكبر من ذلك في المجتمع. إذا العلاقات الاجتماعية الإخلاص في العلاقات الاجتماعية يشمل إخلاص للأسرة، الإخلاص للأصدقاء، الإخلاص لأفراد المجتمع. الإخلاص للأسرة، ما معنى الإخلاص للأسرة؟ الإخلاص للأسرة يكون عن طريق احترام الوالدين، أولا الوالدين نحترم الوالدين، نطيع الوالدين، نسعى دائما في محاولة إرضاء الوالدين وأن نعترف بفضل الوالدين علينا، ثم نحسن إليهما عند الكبر خاصة، قال تعالى: «وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما». وقل لهما قولا كريما، صدق الله العظيم. وايضا الاخلاص للاسره وذلك بان نلتزم بمبادئ الاسره وقيمها النبيله فنتعاون مع افرادها بما يحقق السعاده والالفه للاسره. الاخلاص للاسره. ثم الاخلاص للاصدقاء من العلاقات الاجتماعيه ايضا الاخلاص للاصدقاء. كيف يكون الاخلاص للاصدقاء؟ يكون الإخلاص للأصدقاء عن طريق مساعدتهم في, الش... مساعدتهم في الشدائد وأيضا نشاركهم أيضا في الأفراح إذا في الأحزان والأفراح ونش... ونقدم أيضا لهم النصيحة إذا احتاجوا لها أو لم يحتاجوا لها إذا وجدنا أننا نستطيع أن نقدم النصيحة فنقدمها لأصدقائنا وأن نحب الخير دائما لهم بالإضافة إلى الإيثار وما غير ذلك من الخصال الكريمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجلا يا رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما افرايت اذا كان ظالما كيف انصره؟ قال تحجزه عن الظلم اي تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره اي بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصره الصديق لصديقه حين يريد هذا الصديق الظلم بأن أمنعه عن ارتكاب هذا الظلم، وهذا نوع من الإخلاص للأصدقاء، وأيضًا من الإخلاص في العلاقات الاجتماعية، الإخلاص لأفراد المجتمع، وذلك يتحقق، كيف يتحقق أن أخلص لأفراد المجتمع؟ كيف يكون ذلك؟ أن أتعاون مع كل فرد من أفراد المجتمع على الخير، أيضًا أن أشارك في جميع أعمال البر. ما استطعت أن أفعله فأفعله في البر، السعي في إصلاح ذات البين، أن أصلح دائما بين المتخاصمين، أيضا أن أقف مع كل أفراد المجتمع في المصرات والأزمات حتى وإن لم أكن أعرف يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وبذلك يكون مجتمع تسوده. الألفة والألفة. ثانيا الإخلاص في العمل كيف يكون الإخلاص في العمل يكون الإخلاص في العمل من خلال أن أبذل الجهد والجد وأجتهد وأحرص على أداء العمل الذي أكلف به على أكمل وجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فإتقاني للعمل هذا وإحكامه لا يتحقق إلا إذا كان صاحبه فعلا مخلصا فيه، فكل صاحب حرفة لابد أن يتقن هذه الحرفة بمعنى أن يكون مخلصا فيها، النجار الخياط البناء المدرس الطبيب المهندس كلا يفعل عمله على أكمل وجه وعلى وفي أكمل صورة فيكون متقنا أن يكون مخلصا في ذلك العمل. ثم أخيرا الإخلاص للوطن، كيف يتحقق الإخلاص للوطن؟ إخلاص الوطن حين يكون الفرد مخلصا لأسرته وأصدقائه وأفراد مجتمعه ويكون مخلصا في عمله، أيضا يكون مخلصا لوطنه، يكون مخلصا لوطنه بأن يحب ذلك الوطن وأن يحن إليه وأن يحن الإخلاص للوطن يكون بأن أحافظ على مكتسبات هذا الوطن وأراعي النظم والقوانين وأحافظ عليها وألتزم بها وأيضا أن أتمسك بالمبادئ بالعادات بالقيم الفاضله الموجوده في وطني وفي مجتمعي وأن أدافع عنه دائما ولا اتردد ابدا في بذل الجهد والنفس والمال من اجل ان احقق مصالح الوطن وأيضًا إذا كانت هناك مصلحة شخصية ومصلحة للوطن، لابد أن أقدم المصلحة العامة مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، وأيضًا أبتعد عن كل شيء قد يثير الفتن في المجتمع وفي وطني أو يسبب اضطرابات ومشكلات في وطني، والقيمة التي, نستف... التي نستفيد منها في هذا الدرس. لابد أن نعرف أن الإخلاص الذي هو خلق رفيع من الخلق الإسلامية يجب على كل مسلم أن يلتزم به في كل أقواله وأفعاله حتى ينال القبول عند الله تعالى ويحقق أهدافه وأهداف مجتمعه في الحياة وبالتالي في يفوز بالأجر والثواب يوم القيامة أراكم على خير شكرا لكم.